العرب اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيه. ممكن يكون في خطا فني هيبان في التحقيقات، ممكن يكون في خطا شخصي هيبان في التحقيقات. هيئه قناه السويس تقول ان سوء الاحوال الجويه لم يكن السبب الرئيس لجنوح سفينه الشحن العملاقه واستئناف محاولات اعاده تعويمها دون تحديد موعد للتمكن من ذلك. على وقع تواصل اعمال العنف والمعارك مع قوات طالبان، مستشار الامن القومي الافغاني يحذر من انسحاب القوات الاجنبيه قبل التوصل الى السلام، والمبعوث الامريكي يبحث في تركيا ترتيبات اجتماع اسطنبول المرتقب. شراكه استراتيجيه شامله بين طهران وبكين، وزير الخارجيه الصيني يختتم زيارته ايران بالتوقيع على اتفاق تعاون مده 25 عاما يشمل الجوانب الاقتصاديه والسياسيه. في أكثر الأيام الدامية منذ انقلاب فبراير في ميانمار، مقتل نحو 100 متظاهر أثناء احتجاجات مناهضة للجيش بالتزامن مع إحياء المجلس العسكري الحاكم يوم القوات المسلحة. أهلا بكم. قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن سوء الأحوال الجوية لم يكن السبب الرئيس لجنوح سفينة الحاويات الضخمة بالمجرى المائي، مشيرا إلى احتمال وجود خطأ فني أو بشري بانتظار نتائج التحقيق. وأوضح ربيع أنه لا يمكن حتى الآن تحديد موعد لتعويم السفينة الجانحة رغم الجهود المتواصلة على مدار الساعة للقيام بذلك على حد تعبيره. من جهة ثانية، أبدى رئيس الشركة اليابانية المالكة للناقلة الضخمة أمله في تعويم السفينة مساء السبت، فيما أجبرت الأزمة شركات الشحن على تحويل مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح جنوب قارة إفريقيا. كانت هذه اللحظات الأولى لجنوح سفينة الحاويات العملاقة في قناة السويس، وبعد هذه الدقائق ليس كما قبلها. ما فيش فايدة يا ابطال سجيني، خلاص المركب خبطت فينا، بس المركب خبطت فينا خلاص. اغلقوا شريان النقل البحري الأكثر حيوية على الاقتصاد العالمي، الكلمات الأكثر رسمية في هذا المقام. الواقع غلاء وارتفاع أسعار حاد ومفاجئ على سلع معيشية رئيسية لربع سكان العالم. الأخبار الآتية من المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة القناة لم تكن مبشرة. السفن اللي وصل دلوقتي في الانتظار، سواء في مناطق الانتظار في الشمال أو في الجنوب أو في البحيرات، 321 سفينة. أكثر من 320 سفينة عالقة، وطابور السفن على قائمة انتظار العبور. وصل الهند في تشبيه ومؤشر واضح على حساسية الوضع حتى اللحظة. عمليات التجريف حول السفينة مستمرة على مدار الساعة، وليست هذه الرافعة الصغيرة وحدها التي تقوم بعمليات الإنقاذ كتندر المصريين كعادتهم. لكن احب اوضح ان مش دي اللي كانت بتشتغل في عمليات التكريك، يمكن في حد القى الضوء كتير جدا عليها ان هي دي اللي بتفرق وانها مش متناسبه. طبعا كلام مش مظبوط. احنا كان يهمنا برضو البنك اللي ما كان معمول دوت عشان ما ينهارش، ان احنا نشتغل فيه في نفس التوقيت اللي نشتغل فيه التحليل. لو خدنا بالنا كده من الصوره بقى هنلاقي القاطرات اللي كانت عماله تشتغل في عمليات الشد والدفع من الجنب، من هنا مبينه طبعا السفينه يمكن مخبيها شويه. موقف يصعب التعامل معه، والحوادث الكبيرة دائما ما تكون مركبة نتيجة أكثر من خطأ. خلاصة المؤتمر الصحفي لمدير هيئة القناة. يعني نقدر نقول المركب ما اتحركتش. احنا بنقول ان احنا مع موقف صعب. مركب كبيرة 400 متر طول بتجنح في عرض في قناة السويس 250 متر، يعني الطول كان أكبر من المسافة بتاعت قناة السويس العرض نفسه. تفاؤل شركة بوسكاليس الهولندية التي تعمل على تعويم السفينة وتأكيدها إمكانية تحرير السفينة في غضون الأيام المقبلة لا يخفي القلق من تأخر تسليم منتجات نفطية بقيمة 10 مليارات دولار التي ستؤثر بدورها على كل الأسواق العالمية والمحلية.
من باريس ينضم إلينا دكتور كميل الساري، أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون. دكتور كميل الساري، أهلا بك. ما هي التداعيات على التجارة العالمية إذا ما استمر إغلاق قناة السويس؟ أهلا وسهلا. أولا التداعيات، هناك تداعيات مباشرة وهي تعطل السفن الناقلة للحاويات في كل هذه المنطقة. هناك سلع يعني تصدر وتستورد لمكونات السيارات مثلا، سيكون هناك تعطل في سلسلة الإمدادات بالنسبة لعديد من القطاعات، يعني قطاعات يعني ميكانيكية أو إلكترونية، وكذلك قطاعات حيوية كالصحة وكذلك المواد الأولية، المواد الغذائية، الموز مثلا، وكل هذا إما سيكون يعني تعطل لأسابيع، وهذا سيكون كارثي، لأن لحد الآن في كل يوم تكون سفن تأتي إلى الممر أو قبل الممر وتنتظر، يعني تنتظر الوقت الذي ستمر فيه. نحن نعلم أن مشكل النقل البحري كان يعني مشكل خانق جدا، فكنا ننتظر أن تكون هناك أزمة كبيرة وترفع من أسعار النقل، لأن الصين لما توقفت على التصدير إبان الجائحة وكل دول أخرى لم تستورد، فكل يعني الشركات الكبرى حجزت ناقلات يعني وسفن كبيرة الحجم وبأتمان باهظة، لأن هناك تسرع لكي يكون هناك تدفيق للأسلحة. الآن هذه الحادثة، هذا الجنوح هو بطبيعة الحال يأتي لكي يعني يتقي الكاهن كل البضائع التي ستمر عبر هذا الحدث. تحدثت عن أبرز السلع التي يمكن أن تتأثر بإغلاق القناة، ماذا عن النفط؟ يعني نحن نعلم أن قناة السويس لم تعد مهمة بالنسبة لأوروبا لاستيراد النفط مثل ما كانت قبل 30 عاما. هناك يعني تقريبا قيمة 400، وسيرتفع هذا المليون يعني دولار يوميا، ولا ننسى أن هناك يعني تقريبا مليون برميل هو عالق لحد الآن، ومن المنتظر أن تأتي يعني مليون آخر من البرميل من النفط، وهذا ربما وشبه أكيد أنه إذا استمرت يعني حالة التوقيف فسيكون اضطرابات في الأسواق. الأسواق النفط هي النظرية التي طورتها شخصيا لا تراعي فقط يعني العرض والطلب الجسديين، يعني الإنتاج الحقيقي والاستهلاك الحقيقي، ولكن هناك فقاعة حول هذا الطلب وهذا العرض تأتي من الأسواق. هناك مضاربين فهم تكون عندهم يعني رد مبالغ فيه أكثر مما يقع، وربما سيصعدون من الأسعار، ما عدا إذا كان هناك توافق بين أعضاء أوبك لكي يعني يرفعون من إنتاجهم، ولكن هذا لحد الآن هو رهين بعملية الإنقاذ، هل ستكون سريعة أم لا؟ لحد الآن يعني إلى أن يتبين الأمر دكتور، المحاولات باءت بالفشل. ما البديل المتوفر أمام التجارة العالمية أمام مصر، حيث أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على قناة السويس من حيث المدخول بعد السياحة؟ نعم هذا صحيح،
فمداخيل يعني من العملة الصعبة لقناة السويس هي 6 مليار دولار سنويا و 2% من الناتج الإجمالي المحلي. ولكن هناك مشكل آخر وهو مشكل التعويضات. من سيمنح التعويضات للسفن العالقة، يعني السفن التي ليس لها أي مسؤولية في هذه الجائحة؟ ولكن هناك يعني سيكون المسألة ستمر عبر المحاكم، فشركة السفن السفينة العالقة يقولون بأن هذا نتيجة الرياح وهذه العاصفة عاصفة الرمل، ولكن السلطات وهي واردة في الروبورتاج الذي تقدمتم بعرضه، وهو أنه ربما هناك خطأ بشري أو خطأ ميكانيكي، وهذا سيحمل المسؤولية للشركة لهذه الشركة، وستكون هناك يعني ربما تحمل مسؤولية كبيرة، وربما عديد من الشركات شكرا لك على الإضاءة على موضوع التعويضات دكتور. الرجاء الصالح بدل قناة السويس مستقبلا. شكرا جزيلا لك دكتور كميل الساري أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون. في مصر أيضا أدى انهيار مبنى في منطقة جسر السويس بالعاصمة المصرية القاهرة إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وجرح 29 آخرين. وفي سياق متصل أعلنت وزيرة الصحة المصرية أن حصيلة حادث اصطدام قطارين في سوهاج بلغت 19 وفاة و185 إصابة، وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمحاسبة المتورطين بالحادثة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة. لم يلبث المصريون أن يزيلوا حطام اصطدام قطاري سوهاج ليستفيقوا على فاجعة أخرى. هنا في منطقة جسر السويس بالقاهرة انهار مبنى من 10 طوابق، عشرات القتلى والجرحى من سكان المبنى، بينما تتواصل الجهود لانتشال من بقي عالقا تحت الركام. كان الدنيا صعبة واحنا بنطلع الناس، بس كانت محصورة تحت، كنا بنحاول ننادي على الناس ان حد يسمعنا، مفيش. وفي ناس كنا بنسمعها بس صوت ضعيف جدا، يعني كان في كنت سامع صوت واحدة وعمالة نادي ما بتردش عليا خالص. أما في سوهاج عجلة الحياة تدور، ركام الحادث لا يزال على قارعتي السكة، كذلك أمتعة الركاب الذين انتهت رحلتهم باكرا. من نجا من الكارثة أسعف إلى مشافي المنطقة مثقلا بجراحه وبهول ما شهدت عينه حينها. وبعد ما مشى هبابة القطر كده هبابي، بعد الحكاية دي بعد ربع ساعة لقيت الكراسي والدنيا كلها طربقت علي وانا قاعدة والدنيا خبطت. طلعوني ولد الحلال اللي زي حالاتكم، جاني يجوني الشباب سحبوني من الكراسي ومن الحديد اللي جاء علي والتراب اللي جاء علي. الحكومة المصرية توعدت من يثبت تورطه بحادث سوهاج. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شدد على أنه لا تهاون في المحاسبة، داعيا إلى ترك مجريات الأمور لتحقيقات النيابة العامة. وزارة الصحة منهمكة، فالفاتورة البشرية باهظة وعداد الضحايا لم يتوقف بعد. فالإصابات حتى هذه اللحظة 185 إصابة، والوفيات الجثامين الكاملة 19 جثمان، وثلاث أكياس أشلاء متفرقين في ثلاث مستشفيات، وإن ده حتى هذه اللحظة الوفيات اللي حصلت. حزن ممزوج بغضب يخيم على المصريين. تكرار حوادث القطارات دون عقاب رادع يزيد من حدة السخط الشعبي. وزارة النقل تتشبث بتحديث منظومة السكك الحديدية، وتؤكد أنها عازمة على الانتهاء من مشروعها بحلول العام القادم. الصدأ ينخر سكك قطارات الصعيد، ولحين إزالته سيبقى الأبرياء يدفعون الثمن. إلى أفغانستان، حيث قتل 18 عنصرا من حركة طالبان في غارات جوية نفذتها القوات الحكومية في 5 ولايات متفرقة بأنحاء البلاد، وكان 10 من عناصر الأمن الأفغاني قد قتلوا في هجوم لحركة طالبان على مدينة لشكرغاه
مركز إقليم هلمند جنوبي البلاد. وفي الشأن الأفغاني أيضا حذر مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب من أن الحرب الأهلية قد تندلع في البلاد لو انسحبت القوات الأجنبية من أفغانستان قبل التوصل لاتفاق سلام. وفي تركيا بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد تطورات عملية السلام في أفغانستان مع كبار المسؤولين الأتراك، وذلك في أولى محطات جولة شرق أوسطية بهدف تشجيع الأطراف الأفغانية على تسريع المفاوضات لإنهاء الصراع في البلاد وفق بيان الخارجية الأمريكية. وتناول زاد خلال اجتماع مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن ترتيبات الاجتماع الأفغاني المزمع عقده في اسطنبول في أبريل المقبل، وأكد الجانبان أن اجتماع اسطنبول سيكون دعما لمفاوضات السلام في الدوحة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء معنا من اسطنبول مراسلنا عدنان جان. عدنان، هذا الاجتماع يؤسس للاجتماع المقبل في أبريل المقبل لبحث محادثات السلام حول أفغانستان، ما أبرز ما جاء فيه؟ وهل بالفعل هذا الاجتماع كان مقدمة ويؤسس ويضع لبنة الاجتماع المقبل؟ بالتأكيد ريما، التحضيرات هنا في إسطنبول تجري على قدم وساق، وهناك مساعي دبلوماسية حثيثة لتسريع جمع جميع الأطراف الأفغانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتحضيرا لعقد القمة المرتقبة هنا في مدينة إسطنبول تمهيدا لجمع جميع أطراف المصالحة الأفغانية هنا في إسطنبول من أجل دفع عملية المصالحة قدما. اليوم المحطة الأولى للمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد وصل إلى مدينة إسطنبول وعقد لقاء هاما مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن. المعلومات التي رشحت من هذا الاجتماع تفيد بأن الجانبان التركي والأمريكي أكدا بأن القمة المرتقبة أو الاجتماع المرتقب هنا في مدينة إسطنبول والذي سيعقد في شهر نيسان إبريل المقبل سوف يكون تكملة لما تم التوصل إليه بين الحكومة الأفغانية من جهة وحركة طالبان من جهة أخرى في المفاوضات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة. هذه الترتيبات والتحضيرات هي من أجل التسريع في عقد هذه القمة. الجانبان التركي والأمريكي يأملان في جمع جميع الأطراف الأفغانية المتصارعة في هذه القمة من أجل الوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف وتمهد للمصالحة الأفغانية. وكما نعلم ريما بأن كان هناك مفاوضات بدأت في الدوحة في 12 من سبتمبر من عام 2020 مهدت لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة الأفغانية من جهة وحركة طالبان من جهة أخرى، والآن القمة المرتقبة أو الاجتماع المرتقب الذي سيعقد في نيسان أبريل المقبل سوف يكون استكمالا للتفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الدوحة. الطرفان اليوم أكدا بأنه يتوجب على جميع الأطراف الأفغانية الحضور والمشاركة في اجتماع اسطنبول. هناك كان مساعي أمريكية حثيثة وطلب من طلب أمريكي من تركيا لعقد مثل هذه القمة، وتركيا تقول بأنها موضع ثقة من جميع الأطراف الأفغانية. نعم، وهي رحبت وهذه القمة تم الترحيب بها سواء من قبل حركة طالبان أو من قبل الحكومة الأفغانية، وبالتالي هناك آمال كبيرة سوف تعقد على قمة اسطنبول من أجل ربما التوصل إلى تسوية تعيد المصالحة بين الأطراف الأفغانية. شكرا عدنان. عدنان جان كنت معنا من اسطنبول. أكدت تقارير صحفية أن وكالات المخابرات الأمريكية أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن أن حركة طالبان قد تجتاح معظم أفغانستان خلال عامين إلى 3 أعوام، إذا انسحبت القوات الأمريكية قبل توصل أطراف الحرب إلى اتفاق لتقاسم السلطة. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم أن تقريرا سريا للمخابرات الأمريكية كان أعد العام الماضي لعرضه على إدارة ترامب واستخدم حاليا للضغط على إدارة بايدن للإبقاء على القوات في أفغانستان.
الانفكاك العسكري من أفغانستان مشروع راود إدارات أمريكية متعاقبة، إلا أن بايدن يبدو أكثر حذرا. الرئيس الأمريكي لا يعتبر الأول من مايو موعدا نهائيا للانسحاب، على أنه لا يستطيع تصور وجود قواته هناك في العام المقبل. تكشف صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولي الإدارة يتنافسون للتأثير على قرار بايدن، معتمدين على تقرير مخابراتي يحذر من استيلاء حركة طالبان على معظم أفغانستان في حال انسحاب القوات الأمريكية. مناصرو التوجه لتأجيل الانسحاب يحذرون من تآكل حقوق المرأة وعودة الجماعات الإرهابية، بل يرون أن التعجل في الخروج سيكرر تجربة أوباما في العراق عام 2014. على الجانب الآخر، يشكك مشرعون أمريكيون بعودة القاعدة وتنظيم الدولة، يقولون إن وجهتها صارت إفريقيا والشرق الأوسط. وبين الاثنين ينتظر بايدن إحاطتي كل من وزير الخارجية بعد مشاوراته مع الحلفاء في الناتو، ووزير الدفاع الذي التقى مؤخرا بالمسؤولين الأفغان. في الميدان أظهرت هجمات العام الماضي في مقاطعتي قندهار وهلمند، حيث نفوذ طالبان جنوبي البلاد، أن قوات الأمن الأفغانية لا تزال هشة برغم سنوات من التدريب والتمويل الأمريكي بمليارات الدولارات، وهي تعتمد بشدة على الغطاء الجوي الأمريكي للاحتفاظ بالأراضي. ومن غير الواضح إن كان سيستمر انطلاقا من القواعد في الخليج بحسب الخيارات المطروحة في البيت الأبيض. حركة طالبان تجدد من جانبها تهديداتها باستئناف المعارك مع القوات الأجنبية في حال أجل الانسحاب. وحتى مطلع مايو يظل مصير بلاد عانت عقدين من الحروب معلقا، بينما يراهن بايدن على المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية ومحاولة ترسيخ خفض العنف لمدة 90 يوما. وقعت كل من إيران والصين اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي بينهما مدة ربع قرن، تشمل التعاون الاقتصادي إضافة إلى التعاون العسكري والأمني. توقيع الاتفاقية جاء خلال زيارة وزير الخارجية الصينية وانغ يي إلى طهران، حيث عقد مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين وخاصة الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. في الذكرى السنوية 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين طهران وبكين، يرسم البلدان خريطة طريق استراتيجية شاملة تمتد لربع قرن. خريطة عنوانها تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات إلى جانب تعاون أمني وعسكري. اتفاقية ستسهم عند دخولها حيز التنفيذ في تحريك عجلة الاقتصاد الإيراني المتعثرة بضغوطات واشنطن. بما أن الاتفاقية تمنح إيران قدرة زيادة صادراتها النفطية في ظل انخفاضها إلى أدنى مستوى، لذا ستكون مؤثرة في تحريك التجارة في الداخل وتحسين وضع العملة المحلية مقابل نظيراتها الأجنبية. إيران تلقت بارتياح تأكيد وزير الخارجية الصيني أن علاقات بلاده معها لن تتأثر بالظروف الحالية، موقف اعتبر سندا استباقيا لطهران في مفاوضاتها المرتقبة مع الغرب، والتي قد لا تقف حدودها عند حلحلة الأزمة النووية. الدول الغربية تتصور أن نقطة ضعف إيران هي في الجانب الاقتصادي والمصرفي، وهي من هنا تضغط في هذا الجانب. بعد توقيع هذه الاتفاقية وتنفيذ هذه الاتفاقية، أتصور أن هامش المناورة لدى إيران سيكون أكبر بكثير مما كان عليه سابقا. بعد عودة عقوبات واشنطن، انسحبت الشركات الأوروبية التي دخلت إيران عقب توقيع الاتفاق النووي، معمق أزمة الثقة الإيرانية بالغرب عموما. ومنذ ذلك الحين بدأت الأنظار تتجه شرقا بجدية أكثر من أي وقت مضى، بدعم من أعلى هرم النظام وبعيون سياسية واقتصادية على حد سواء. برموز صينية إذن تفكك إيران عقد الضغوط الأمريكية وتضمد جراحها الاقتصادية من جانب، ومن جانب آخر تعزز أوراقها قبل أي محادثات مع الغرب، نووية كانت أم غير نووية. ياسر مسعود، العربي، طهران.
ويبقى معنا ياسر مسعود من طهران. ياسر، أهمية هذه الزيارة من حيث التوقيت والمضمون؟ من حيث التوقيت ريما، على اعتبار أن يعني حاولت طهران كما يقال هنا إلى حلحلة الأزمة النووية، وتحديدا فيما يتعلق برفع العقوبات الأمريكية عنها وتحرير اقتصادها والأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني، خاصة في ظل كورونا وفي ظل العقوبات الأمريكية وفي ظل أزمة الحوالات المالية. بالتالي يمكن القول بأن حكومة روحاني أرادت التنفيس عن هذا الاقتصاد من خلال التوقيع مبدئي على هذه الاتفاقية مع الصين، باعتبار أن هذه الاتفاقية الآن ستخضع إلى دراسات أخرى هنا تخصصية، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم أخرى واتفاقيات أخرى أيضا تخصصية، على اعتبار هي متنوعة في مجالات مختلفة وفي كافة المجالات، حتى لا تقف عند الاقتصاد إنما تتسع إلى التعاون العسكري وكذلك الأمني. لذلك يمكن القول بأنها إذا ما أرادت أن تدخل حيز التنفيذ قد تحتاج إلى 6 أشهر حسب التوقعات أو ربما أكثر، على اعتبار طهران مقبلة على انتخابات رئاسية، وبعد مجيء الحكومة الجديدة ربما تحتاج أيضا لوقت معين، وأيضا الاتفاقية بحاجة إلى يعني مصادقة البرلمان عليها. ولكن في العموم ينظر إليها بأنها ستشكل انطلاقة جديدة لمرحلة من التعاون الإيراني الصيني، يضاف إلى ذلك إلى دعم طهران خاصة إذا ما كانت هناك احتمالية لعقد مفاوضات جديدة ما بين طهران والغرب. بالتالي كما يذكر هنا المراقبون بأن ينظر إلى طهران بأن يعني إحدى أهم أبرز نقاط ضعفها وما تعاني منه هو الجانب الاقتصادي، بالتالي ستمنحها ورقة إضافية في مفاوضاتها وأيضا على الصعيد السياسي حتى إقليميا أيضا. شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، كنت معنا من طهران. في ميانمار قتل أكثر من 90 شخصا بنيران قوات الأمن خلال احتجاجات ضد الانقلاب العسكري، وذلك في أحد أكثر أيام الاحتجاجات الدموية منذ الانقلاب العسكري. هذا وقد دعا نشطاء لتنظيم احتجاجات جديدة مناهضة للانقلاب في البلاد في عطلة نهاية الأسبوع تزامنا مع احتفال المجلس العسكري بيوم القوات المسلحة. يوم دام في ميانمار، عدد كبير من المحتجين سقطوا برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات ضد الانقلاب العسكري في ماندلاي ثاني كبرى مدن البلاد وفي العاصمة التجارية يانغون ومناطق أخرى. المحتجون دعوا إلى مواصلة المظاهرات وتوسيعها في تحدي للمجلس العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي في فبراير الماضي. مظاهرات عمت المدن والبلدات في أنحاء ميانمار، والمشاركون فيها احتفلوا على طريقتهم بمناسبة يوم القوات المسلحة، فهم يسمونه يوم المقاومة ضد الاحتلال الياباني في الحرب العالمية الثانية، ولكن قوات الأمن وقفت لهم بالمرصاد وحاولت تفريقهم بالقوة، وأسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين. تزامنا مع قمع المحتجين، احتفل الجنرال مين أونغ هلينغ رئيس المجلس العسكري بعيد القوات المسلحة، خطب بآلاف الجنود بالعاصمة نايبيداو، واتهم المحتجين بالإرهاب ورئيسة الحكومة المعتقلة بالإخفاق في التحقيق في مخالفات ارتكبت في الانتخابات الأخيرة، مكررا عزمه إجراء انتخابات حرة. عرض عسكري حضره نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين غدا لقائه قائد المجلس العسكري في وقت يواجه الأخير إدانات الولايات المتحدة وبريطانيا وعقوبات، ردا على ما وصفته واشنطن القمع الوحشي بحق المدنيين. ميانمار على صفيح ساخن، حشود غاضبة تجوب الشوارع منذ أسابيع تطالب بإسقاط الانقلاب، وآلاف المعتقلين في السجون، وسلطة عسكرية تواصل استخدام الذخيرة الحية ضد الأصوات المطالبة بالديمقراطية. نتابع بعد الفاصل. ثورتنا ضد الكل على الإهمال والفساد،
بالتوازي مع حراك سياسي مكثف وتبادل متواصل للاتهامات. مظاهرة في بيروت تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية ورحيل الطبقة الحاكمة. وصل المبعوثان إلى اليمن الدولي مارتن جريفيث والأمريكي تيموثي لاندر كينغ السبت العاصمة السعودية الرياض لبحث سبل حل الأزمة اليمنية بحسب مصدر دبلوماسي يمني وتأتي هذه الزيارة إثر اختتام جولة مباحثات عقدها المبعوثان في سلطنة عمان أمس الجمعة. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية في اليمن مقتل قائد المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني اللواء الركن أمين الوائلي وعدد من الجنود إضافة إلى عدد من المقاتلين الحوثيين خلال معارك عنيفة بين الجانبين في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. ووفقا لمصادر ميدانية فإن قوات الحكومة هاجمت مواقع الحوثيين في مديرية برت شمالي الجوف. يأتي هذا مع استمرار المواجهات الضارية بين الطرفين في محاور القتال بمنطقة الظهرة في المدينة الواقعة شمال اليمن. من جهة أخرى قالت القوات الحكومية إن ما لا يقل عن 12 مقاتلا حوثيا لقوا حتفهم خلال معارك غربية محافظة تعز. دفعت القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية في اليمن فاتورة باهظة للحرب التي دخلت عامها السابع. عشرات مليارات الدولارات هي الخسائر المباشرة التي أصابت القطاعات الاقتصادية الحيوية وسط تحذيرات من انهيار اقتصادي شامل في حال استمرار الحرب. حصاد مر للاقتصاد اليمني بعد 6 سنوات من الحرب، حرب لم تستثني ويلاتها أي من القطاعات الانتاجية والخدمية. خسائر قطاعي النفط والغاز والوحدات المرتبطة بهما بلغت أكثر من 45 مليار دولار وفق بيانات صادرة عن جماعة أنصار الله الحوثيين. الإجمالي العام للأضرار والخسائر لوزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها تجاوزت 45 مليار دولار، لكن حجم الخسائر قد يصل إلى الضعف في بقية القطاعات. تقديرات أممية ومحلية تشير إلى تكبد القطاعات الاقتصادية عامة خسائر تقترب من 90 مليار دولار خلال السنوات الست من الحرب، ما تسبب بانكماش في عائدات تلك القطاعات بنسبة تزيد على 80% كما يقول بعض المختصين. الكلفة التي تدفع عليها الاقتصاد قدرت خلال 5 سنوات الأولى من الحرب بما قيمته 88 مليار و800 مليون دولار أمريكي. فهذه الفاتورة باهظة جدا، وإذا استمرت الحرب إلى 2022 فإنه من المتوقع أن تصل فاتورة الحرب أو الفاتورة التي تدفعها الاقتصاد إلى 181 مليار دولار. ويبدو صعبا على اليمن تعويض الخسائر المتراكمة التي ألحقتها الحرب بالمرافق الاقتصادية الهامة من موانئ ومنافذ ومطارات ومؤسسات انتاجية وقطاعات صناعية وزراعية، كما أن من الصعوبة بمكان معالجة الأوضاع المترتبة على تراجع قيمة العملة المحلية وانقسام دور المؤسسات المصرفية وانقطاع المرتبات كواقع شكلت الحرب ملامحه لتترك فاتورة ستدفعها أجيال متعاقبة. بلد بلا اقتصاد، هكذا تركت سنوات الحرب المنصرمة اليمن، فلم يعد من ملامح اقتصاد البلاد سوى قطاعات مفرغة من مهامها بعد أن عطلت الحرب دورها ودمرت بنيتها، واقع تزداد المخاوف والتحذيرات من تبعاته على مستقبل البلاد. خليل القاهري، العربي، صنعاء. تعاني محافظة تعز من تدهور الوضع الصحي ونقص الإمكانات الطبية اللازمة في وقت يتصاعد فيه معدل الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا والأمراض الحمية. وازدادت معاناة مركز العزل الصحي في المدينة بسبب نقص أجهزة التنفس الصناعي، ما دفع بلجنة مكافحة الوباء إلى مطالبة وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ الصحية. يزدحم مركز العزل بمصابي كورونا في تعز، تهديد بنفاذ الأكسجين يتفاقم مع ضغط أعداد المصابين
إذ بات يستهلك المركز 200 أسطوانة يوميا. غالبية أسطوانات الأكسجين تصل من مدينة عدن بعد توقف إحدى محطات تصنيع الأكسجين في تعز. بالنسبة للعلاجات طبعا احنا معتمدين اعتماد كلي على المرافقين في شراء العلاجات. إذا صار نقص هذا حيوصل الحالات لمضاعفات وأيضا لنسبة وفيات عالية. أيضا نقص في مادة الأكسجين عدم توفره لدينا أيضا يؤدي لوفيات الحالات وصول الحالات لمرحلة الوفاة بصورة أكبر. لا استعدادات حثيثة توازي حجم انتشار الوباء الذي بات يفتك بالعديد من المصابين مع تدني مستوى الوضع الصحي بسبب الحرب. السلطات في تعز قبل أيام أقرت عددا من الإجراءات الاحترازية في المدينة كإغلاق أماكن التجمعات العامة والأسواق والمساجد، لكن لم يتحقق شيء من ذلك. في حال عدم التنفيذ لمثل هذه التوجيهات والإجراءات الاحترازية أتوقع أن تتوسع الكارثة على كل مديرية محافظة تعز. الوضع مخيف، نحن لا نريد تخويف الناس لكن هذا هو الواقع. الوباء ينتشر بشكل مخيف أضعاف مضاعفة للموجة السابقة للكوفيد 19. تجاوز عدد الإصابات 3500 فيما تجاوزت الوفيات 800 حالة في المحافظات التابعة للحكومة وفق الإحصائيات الرسمية، غير أن الأرقام الحقيقية بحسب أطباء أكبر بكثير من الأرقام المعلنة. تصاعد أعداد الإصابات والوفيات يوميا جعل السلطات الصحية في تعز وبقية المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة تقرع أجراس الخطر من تفشي الجائحة في ظل شح الإمكانات وتردي الوضع الصحي وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. أحمد البكاري، العربي، تعز. في لبنان نظم نشطاء من الحراك المدني مظاهرة توجهت نحو القصر الرئاسي في بعبدة للمطالبة بحكومة انتقالية ورحيل الطبقة الحاكمة. وفي ضوء فشل الأحزاب اللبنانية في التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة يتواصل الحراك السياسي في محاولة للخروج من المأزق الحكومي المتواصل منذ 8 أشهر. محتجون يتظاهرون للمطالبة بحكومة انتقالية على الطريق ذاته المؤدي إلى القصر الجمهوري، حيث سار قبل أيام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ودبلوماسيون بحثا عن تسوية حكومية، لكن طريقهم المسدود بإحكام بأعداد كبيرة من عناصر القوى الأمنية والجيش اللبناني لم يمنعهم من إيصال رسالتهم ولو كان عن بعد كيلومترات عدة. نحن نزلنا أسقطنا سعد الحريري ونريد نسقط رئيس ميشيل عون. طبعا هذه المظاهرة لن تسقط شيء ولكن نحن عم نحاول نكسر هذه الهيبة. نحن عم نطالب باستقالتهم كلياتهم، إن كان بري ولا إن كان عون ولا إن كان الحريري، لأنه اللي خربها ما بيعمرها. وصلت رسالة المتظاهرين إذن، وفي مقابلها كانت رسائل سياسية أطلقها فريق رئيس الجمهورية ميشيل عون من صرح البطركية المارونية في بكركي. نحن بدنا نتائج، بدنا إصلاح، بدنا مشروع. ما بقى فينا نروح على حكومات بالشكل اللي كانت تصير بالماضي، كلاسيكية وعمليا نفوت على امتريس جوا. وعلى وقع الرسائل زار السفير السعودي وليد البخاري رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط مؤكدا أن من وصفها بالقوى الظلامية تلقي المسؤولية على الخارج هربا من فشلها. وفي الكواليس حديث عن مبادرة حكومية جديدة لرئيس البرلمان نبيه بري تقوم على توسيع الحكومة لإرضاء الرئيس عون دون أن يحصل فريق فيها على الثلث المعطل داخل مجلس الوزراء، وذلك لإرضاء الحريري. لم تنجح الطبقة السياسية في تشكيل الحكومة بعد، ولم يستطع الشارع تغيير التوازنات، فيما يرى مطلعون أن الأزمة الحكومية تتحول إلى أزمة حكم ونظام قد يشهد لبنان في ظلها تصعيدا على المستويات كافة. علي رباح، العربي، بيروت. تسير عملية التلقيح في لبنان ببطء شديد وسط تحذيرات من موجة جديدة بعد معاودة الارتفاع في أعداد المصابين بفيروس كورونا. بالتوازي ترتفع أصوات المصابين بأمراض مزمنة ممن لم يحصلوا بعد على اللقاح. أسيرة الفراش أقعدها المرض وأبعد كورونا أحبابها عنها منذ عام،
لا يزورها إلا من يعتني بها، تنتظر اللقاح الذي قد يعيدها إلى طبيعة أيامها، لكن الحصول عليه قد يطول رغم أولويتها بحسب المعطيات. لأنه أنا عندي كسل بالكلى وصارت النسبة كتير عالية، يعني مهددة بالغسيل، وعندي اللهم صل على سيدنا محمد، والله نسيت خير الله. تخونها الذاكرة حين تبدأ تعداد أمراضها المزمنة، علب الأدوية من حولها تكمل المشهد. عشرات الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة، مواطنين ولاجئين، ينتظرون حصولهم على اللقاح. سير عملية التطعيم بطيء، يحمل البعض الحكومة مسؤولية ما يجري، فهي من بالغت بإعطاء المواطنين جرعات الأمل حين صرحت بأن لبنان سيكون من أولى الدول الحاصلة على اللقاح. بس إن حطينا بالأولويات، بس يعني بعد في قسم كتير كبير ما تلقح، بعدنا بطيئين كتير، يعني لغاية اليوم بس 80 ألف شخص تلقحوا بلبنان، ونحن تقريبا 6 ملايين شخص، يعني فتنوصل ل 80% من الشعب يكون ملقح كتير بعدنا بعاد. يعني في مركز التلقيح يصطف من حظي ببركة التطعيم، وعشرات الأضعاف خارج المركز ينتظرون دورهم، ولا مواعيد محددة بعد. منهم من يعاني من أمراض السكري والضغط وغيرها، يقولون قد يطول الانتظار وقد لا يتسنى لنا الحصول على اللقاح. يبدو أن الذين يعانون من أمراض مزمنة قد ينتظرون طويلا قبل تلقي اللقاح، في ظل تخوف من أنهم قد يضطرون لشرائه كحال غيره من الخدمات الطبية. محمد شبار، العربي، بيروت. فرضت الحكومة الإسبانية المزيد من القيود على حركة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع عيد الفصح، وذلك خوفا من موجة رابعة للجائحة. لكن هذه القيود لاقت كثيرا من الانتقادات لدى المواطنين، خاصة في ضوء عدم وضع قيود صارمة على دخول السياح إلى البلاد. على ألحان الموسيقى والغناء في شارع الجران بيا وسط مدريد، تبدأ العاصمة الإسبانية يومها الأول من عطلة عيد الفصح وسط تشديد القيود المفروضة على حركة السكان. قيود لم تمنع السياح الأوروبيين من القدوم برا لقضاء العطلة، لكن المفارقة أن الإسبان ممنوعون من مغادرة مناطق سكنهم. تقول الحكومة إن بإمكان السياح زيارة إسبانيا، بينما لا يمكنهم التنقل بين مدنها، لكن تلك الحجة لم تقنع كثيرا من المواطنين. إنها تدابير متناقضة قليلا، يخبروننا أنه لا يمكن لنا الذهاب إلى مدينة أخرى خلال العطلة إن كان لدينا أصدقاء أو عائلة، في المقابل يتركون الأجانب يدخلون وهم لا يعرفون إن كانوا يحملون المرض. الأمر خاطئ بعض الشيء، ربما لديك أقارب في مدينة ما ولا يمكنك زيارتهم، لكن مع ذلك يمكن لأشخاص آخرين القدوم إلى هنا للاحتفال بالعيد، لأن القيود المفروضة في إسبانيا أقل تقييدا من بلدانهم كما يبدو. تحذر وزارة الصحة الإسبانية من موجة رابعة من وباء كورونا نتيجة للاحتفالات المتوقعة، لذلك قررت الحكومة حصر التجمعات في الهواء الطلق بستة أشخاص، وعدم السماح بالزيارات العائلية، ومنع السفر بين المدن أو خارج مناطق الإقامة، كما انتشرت الشرطة في مختلف المناطق للتحقق من الالتزام بتلك القيود، إضافة إلى إلزام السياح الواصلين إلى إسبانيا بإبراز فحص يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا. قررت الحكومة فرض اختبارات فيروس كورونا على القادمين برا، بعد أن كانت هذه الخطوة حصرا على السفر البحري والجوي، قرار يصفه كثيرون هنا بالمتأخر. وحامد، العربي، مدريد. توصلت دراسة جديدة إلى أن جرعة واحدة من لقاح فايزر تولد استجابة مناعية قوية بعد التطعيم لدى 99% من المطعمين، وأن الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بفيروس كورونا أظهروا استجابات أعلى للأجسام المضادة
بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر مقارنة بالأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بالفيروس من قبل ولديهم جرعة واحدة من اللقاح. المزيد من التفاصيل مع داني أرشيد. دراسة جديدة أجرتها جامعة شيفيلد وأكسفورد بدعم من اتحاد علم المناعة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة وكجزء من أكبر دراسة وأكثرها تعمقا حول الاستجابة المناعية بعد التطعيم بلقاح كورونا، وجدت أن 99% من المطعمين لديهم استجابة مناعية قوية ضد كوفيد 19 بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر بايونتيك، إذ اختبر 237 عاملا في مجال الرعاية الصحية بحثا عن استجابات الأجسام المضادة والخلايا التائية في الفترة بين 9 من شهر ديسمبر 2020 و9 من شهر فبراير 2021. وتم أيضا فحص كيفية استجابة جهاز المناعة لكوفيد 19 بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر بين الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد 19 من قبل وأولئك الذين لم يصابوا به. وبيّنت الدراسة تأثير العدوى السابقة من كورونا على الاستجابة المناعية للأشخاص للتطعيم، وأظهرت أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بكورونا يولدون استجابات أقوى للخلايا التائية والأجسام المضادة بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر مقارنة بالذين لم يصابوا سابقا. لم يعرف بعد إلى متى تستمر استجابة الخلايا التائية والأجسام المضادة بعد الإصابة بكورونا، والجدير بالذكر أن الجرعة الأولى من لقاح فايزر وأسترازينيكا توفر مستويات جيدة من الحماية، ولكن لتحقيق أفضل النتائج فمن الضروري أن يحصل الجميع على جرعة ثانية، لأن جرعتين من اللقاح توفران حماية طويلة الأمد من الفيروس. أنهت حركة فتح كافة التجهيزات لخوض الانتخابات بعد فتح باب التسجيل للانتخابات التشريعية الفلسطينية، وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن حركته ستضم مستقلين ورجال أعمال وشخصيات اعتبارية وستسجل قائمتها الثلاثاء المقبل لدى لجنة الانتخابات المركزية. وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس على أن تجتمع الحركة غدا لإقرار القائمة النهائية. وكانت آخر انتخابات تشريعية قد أجريت عام 2006 سبقتها بعام انتخابات رئاسية فاز بها رئيس السلطة محمود عباس. ومع اقتراب موعد الانتخابات الفلسطينية العامة المقررة في مايو أيار المقبل، أطلق مركز القدس للإعلام والاتصال، وهو مركز مختص بدراسات الرأي العام، موقعا تفاعليا اسمه بوصلة الموقع، يتيح لرواده معرفة الأحزاب والقوى والحركات الأقرب إلى أفكارهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. طرح أكاديميون سؤالا، بناء على أي أساس يختار الناخب الفلسطيني حزبه المفضل ثم يصوت له في الانتخابات؟ الإجابات البحثية دفعت مركز القدس للإعلام والاتصال وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية فريدريش إبرت إلى إنشاء موقع بوصلة لإرشاد الناخبين بشأن الأحزاب الأقرب إلى أفكارهم وتوجهاتهم العامة. تعريف المواطن بين ميوله الانتخابية وبين برامج الأحزاب المختلفة، الأمر الذي يساعد في رفع مستوى النقاش إلى جوهر البرامج الانتخابية بدل أن يبقى الأمر مربوط في الانتماءات العائلية والقبلية والبلدية والعلاقات الشخصية وما إلى ذلك. فارس سيختبر أفكاره الآن إن كانت بالفعل قريبة من حزب يحمل جزءا من الأفكار التي في رأسه. سيجيب على أسئلة بسيطة ومتنوعة بين السياسة والاجتماع والاقتصاد والدين. أنا ما بعتقد أنه النتيجة الموجودة يعني دقيقة لدرجة كبيرة، ولكن بتعطي يعني بتعطي انطباع عام أو بتعطي توجه عام. بالطبع قد لا تكون البوصلة دقيقة 100%، وذلك بشهادة القائمين على الموقع، لأنهم واجهوا مشكلة تتمثل في تقارب الفصائل الفلسطينية الصغيرة في أفكارها
وتحديدا فصائل اليسار المتعددة. من حيث يدري أو لا يدري، نبش موقع بوصلة فكرة الانتماء السياسي بالوراثة. الكثير من الناس ضائعون ولا يعرفون كيف تختلف الأحزاب عن بعضها. نادرا ما يناقش الناس هنا الأفكار، فالمرء غالبا على حزب خليله. عميد شحادة، العربي، رام الله. في الولايات المتحدة، أثارت حادثة إطلاق النار في ولاية كوليرادو الأمريكية والتي راح ضحيتها 10 أشخاص الجدل مجددا بشأن بيع السلاح وشرائه واقتنائه في الولايات المتحدة. لدى كل حادث قتل جماعي تستعيد الولايات المتحدة نقاشها القديم المتجدد حول انتشار السلاح في البلاد، نقاش تختلف طبيعته وتوجهه باختلاف الهوية الحزبية للساكن للبيت الأبيض. لا أحتاج الانتظار دقيقة أخرى، دع عنك أن أنتظر ساعة أخرى كي أتخذ خطوات منطقية لحماية أرواح بشرية في المستقبل. أحث زملائي في مجلسي الشيوخ النواب للتحرك، نستطيع منع هذا النوع من الأسلحة المتطورة. نهايات الأسبوع الماضي كان مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية أقر تشريعين اثنين يهدفان إلى إغلاق بعض الثغرات في القانون الفيدرالي والتي تسمح ببيع السلاح للأمريكيين دون الحصول على نتيجة الفحص الأمني، على أن من المستبعد تمرير القانونين من مجلس الشيوخ. الاعتراض الجمهوري على تقنين السلاح ينبع أساسا من المادة الثانية من الدستور والتي تتيح ليس فقط حمل السلاح ولكن تشكيل الميليشيات في البلاد. هي المادة التي عادة ما يستخدمها الجمهوريون لتبرير موقفهم من القضية. دائما ما تسمع هذه الإجابة المتعلقة بالبند الثاني من الدستور من قبل الجمهوريين، بأن هذا هو الثمن الذي علينا دفعه للحياة في مجتمع حر، والحقيقة أن الدول المتقدمة ليس لديها مشكلات كهذه. وتشير الأرقام إلى أن هذا العام فقط شهد حوادث قتل جماعي وصل عددها لنحو 103، فيما قتل نحو 9000 في حوادث مرتبطة بالسلاح وجرح أكثر من 7000. تنص القوانين الأمريكية على عدم بيع السلاح لمن ثبتت إصابتهم بأعراض نفسية أو سبق وارتكبوا جرائم معينة، على أن عملية البيع والشراء تتم بسرعة تجعل من الصعب التحقق من ماضي المشتري الجرمي والنفسي، عقبة يرى معارضو التسلح أنها السبب وراء جرائم القتل الجماعي. عماد الرواج، للتلفزيون العربي، واشنطن. هددت كوريا الشمالية بمواصلة التصعيد العسكري السبت في رد فعل على تنديد جو بايدن بإطلاقها صاروخين ضمن تجاربها العسكرية. من جانب آخر، أفاد دبلوماسيون أن الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي طلبوا عقد اجتماع للمجلس لمناقشة التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغيانغ. استنفار في مجلس الأمن وغضب في بيونغيانغ وترقب لموقف واشنطن هي أبرز تداعيات التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية. الأعضاء الأوروبيون 5 في مجلس الأمن الدولي تقودهم فرنسا طلبوا عقد اجتماع لمناقشة تلك التجارب، فيما طلبت لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة تركز على البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية، طلبت من خبرائها التحقيق في إطلاق بيونغ يانغ لصاروخين الخميس الماضي. إطلاق صاروخي هو الأول من نوعه منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سدة الرئاسة، ما حدا بالأخير إلى التحذير من أن واشنطن سترد عليه، واصفا إطلاق الصاروخين بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن. تصريحات أمريكية أثارت غضب وأسف بيونغ يانغ. مسؤول كوري شمالي وصفها بالاستفزازية والعدائية، معربا عن أسفه لكشف بايدن عن عدائيته الدفينة بحسب تعبيره. تصعيد أعقب زيارة إلى المنطقة أجراها وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان، بحثا خلالها قدرات كوريا الشمالية في مجال السلاح النووي والصواريخ الطويلة المدى. يبدو أن بيونغ يانغ تتحدى إدارة بايدن وتختبر سياستها تجاهها كما يرى مراقبون. سياسة أمريكية لم تتضح معالمها بعد،
يترقبها المعنيون بهذا الملف، فهل ستكون نسخة لدبلوماسية ترامب التي فشلت في إحراز أي تقدم في نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، أم أن مقاربة جديدة ستتبناها الإدارة الديمقراطية؟ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحاول الإجابة على هذه التساؤلات بمقاربة توصف بالقديمة. إن المراجعة الاستراتيجية الحالية تركز على إمكان زيارة الضغط على بيونغ يانغ، يقول بلينكن. ضغط يهدف كالعادة لإجبار كوريا الشمالية على الذهاب إلى طاولة التفاوض على أمل أن تحقق واشنطن هدفها بالنزع الكامل للسلاح النووي لبيونغ يانغ، متسلحة بسيف العقوبات الاقتصادية المسلط على رقبة الأخيرة. أعلنت الصين فرض عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة وكندا ردا على عقوبات فرضت على مواطنين وجماعات من الصين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن بكين ستفرض عقوبات على رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية ونائبها، كما فرضت عقوبات على عضو البرلمان الكندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية وكذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية. وقدمت اللجنة تقريرا الشهر الماضي عن ارتكاب إبادة جماعية وجرائم في شينجيانغ ضد الإنسانية. أفاد تقرير أعدته لجنة من المؤرخين الفرنسيين أن فرنسا تتحمل مسؤولية في جرائم الإبادة التي تعرضت لها أقلية التوتسي في رواندا عام 1994 بسبب تحالفها مع نظام الهوتو الحاكم في البلاد. التقرير الذي قدم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون أكد أن فرنسا دعمت عسكريا رئيس رواندا أنذاك وتغاضت عن سياسته العنصرية التي شجعت على ارتكاب جرائم بحق أقلية التوتسي. إلى فقرة أنا العربي، إسلام بطاح مسي مصر يدخل الفرحة إلى قلوب أطفال مصر، لقب بذلك للشبه الكبير بينه وبين مسي لاعب برشلونة الشهير. فرحة الأطفال الصغيرين بالشبه اللي ما بينه وبين ميسي لما أنا دخلت عليهم كده الملعب كانت حاجة ما شاء الله، يعني مش عايز أقول لكم يعني حاجة يعني اللي بفرح واحد ده ربنا بيبارك له وربنا هو اللي بيجازيه يعني، فأنا حبيت إن أنا أشاركه. كنت بحلم ان اشوف ميسي ومحمد صلاح، فالنهارده ميسي شفته وبيلعب معاكم، فانا عايز اشوف محمد صلاح يلعب معاكم. فرحت من جوايا، قلت انت ميسي جاي يلعب معانا، وجيت كنت بلعب كوره لقيته جاي لعب معانا كوره لعب معانا وفرحنا خالص. فانا بقى نفسي انا اشوف محمد صلاح من الناس اللعيبه. اي حد ربنا يقدره على اي حاجه، ده اسعاد الطفل ان انت تدخل يعني بسمه على وش الطفل كده ماشي، ده حاجه كده، دي حاجه انت بتحسها في قلبك يعني بعيد عن بقى عن اي حاجه. وانا جيت النهارده هنا عشان خاطر طبعا ايه ان انا اقدم الدعم المعنوي للاطفال دول، ما قدرش يعني لو اقدر او اي حاجه ربنا هيقدرني عليها انا اعملها ان شاء الله. هو ميسي الشرقيه مش ميسي برشلونه، ادى دفعه قويه جدا للولاد، بيساعدنا الدعوات ديت او الزيارات القويه اللي زي ديت ان احنا بنطور من اداء الولاد بتاعتنا وبنكتشف عندهم بعض المواهب والهوايات الفنيه اللي بنقدر نقف عليها وبنعيد تطويرها وتقييمها.